أغلب الديانات كان لهم دور في السيطرة على مجتمعاتهم في مرحلة ما من التاريخ، لكنهم من خلال الحروب والصراعات نعم. وصلوا إلى أن يجب أن يكون هناك مفارقة ما بين الدنيوي والروحي. باستثناء الإسلام، الإسلام إلى الآن يصر مؤيده أو معتنقه على الاستمرار بتقديم الإسلام كدين ومشروع دولة وحياة شمولي في كل مجالات الحياة. بينما أنت تراه بشكل آخر. أنا أراه لأن هو دين روحاني يعني لا يميز عن الأديان الأخرى، وهو دين موجود ومن حق أفراد أن يمارسوا معتقداته، لكن المشكلة بأفراده بأنهم يريدون تقديمه كمشروع أيديولوجي. وسبق وأن ذكرت في أكثر من لقاء بأن الدين إذا قدم كمشروع أيديولوجي يكون أخطر من النووي، كيف؟ لأن دين الفكرة قائمة على حقوق الرب أولى من حقوق الفرد. فنجد أن الإنسان المؤمن المسلم حتى ولو كان نبيل تجده يرتكب بعض الشرور باسم الدين، لأن يعتقد بأن الدين يأمر بلغة أنه يكفر أو يقتل أو يميز أو ينجس أو يحقر كل من يخالفه بالمعتقد، لأن هذه إرضاء لحقوق ربه. في ثقافتهم دائما يبررون للجاني على حساب الضحية، يعني حتى في ثقافتهم يعني مثلا رجل يغتصب امرأة يقولون ما يحاسبون الرجل، يقول لا لأن هي مو متسترة، لأن هي اللي أشعلت غريزته. أستغرب من هذه الثقافة الموجودة، يريدون من شخص أنه يحترم معتقدات تكفره وتشبهه بالكلب والحمار وتنجسه وتحقره وتلغيه وتمنعه من ممارسة حقوقه، ويقول لك يجب أن تحترم معتقدات الآخرين. الاحترام يكون للذات وليس للفكر والمعتقد. إن كان هناك فكر أو معتقد غير محترم لا يحترم، هذا رأيي يعني وفقا لمنطقهم. إذن لنحترم مثلا فكر الفاشية وفكر الهتلر النازية وفكر الدواعش. مشكلة المسلمين إلى الآن أنهم أمة الوحيدة التي لا تريد أن تستخدم النقد مع تاريخها، وكأنه تاريخ حافل بالإيجابيات وفقط يدعو إلى الخير ولا يوجد فيه سلبيات، وهذا يعني أمر غير منطقي وغير عقلاني. كل الأمم وكل الحضارات كان فيها أمور إيجابية وسلبية، وكل الأمم التي تتقدم وازدهرت لأنها تقدمت حين قامت بنقد تاريخها وقومت علومها وأفكارها، إلا الأمة الإسلامية. إلى الآن خطاب التمجيد والتبجيل للفترة ما قبل 1400 سنة بأنه كان فترة ذهبية وبأن هناك كان في حقوق، لا يعني أختلف إياهم كثير بهذا الشيء، لأن يعني إذا إحنا كنا عاجزين على الالتزام بأعراف وتقاليد تعود إلى 50 سنة لأجدادنا، كيف تريدين منا أن نلتزم بعادات وتقاليد تعود إلى 1400 ولا وبثقافة للأسف يعني هزيلة بالنقل الشفهي، والله حدثنا فلان عن فلان وعن فلان وفلان بأنه حدث كذا وحدث كذا. هل فاجأك عنف داعش وبعض من يسمى بالحشد الشعبي والقاعدة وغيرها من لا بالعكس لم أتفاجأ. داعش كل ما عملته أخذت الكاميرا ووضعته على التراث، ترى أنه صورة من التراث، التراث الديني هذا اللي قام، يعني لا تجد أي تناقض ما بين ما موجود في التراث الديني وما قامت فيه فعل داعش. داعش ليش الصناعة غربية؟ داعش صناعة ثقافتنا. انظر إلى مناهجنا التعليمية، انظر يعني عندما الآيات التي تستخدم في المناهج العلمية القائمة على إلغاء الآخر ونبذ الآخر وكلها يعني تؤدي إلى ترسيخ هذه الثقافة.